أخبارك؟ صالح سخر يقول السلام عليكم. طيب احنا نبغى الحين present now. نجيب السكرين هذه شير مع باوربوينت هذا. هنا يا شباب انا ابغى الناس تفكر في هذه المساله وتحل لي وتعطيني قيمه اكس بسرعه كده. يقول لك ايش المعطيات في هذه المساله؟ من يمديني يشاركنا؟ هذا هذا يساوي هذا. طيب ايش ايش المعطيات؟ من يبغى يجاوب؟ نعم يا استاذ. طيب انا استاذنكم بس ما في انا رفع يد ما ادري. طيب من فيصل؟ تفضل فيصل. اوكي اول شيء استاذ ان طول تي في راح يكون 2 اكس زائد 3. تي في هنا عندي تي في يا شباب حاجتين، عندي تي في اللي هي القطعه المستقيمه الزرقاء هذه، وعندي تي في القوس. طيب تي في اللي هو القطعه المستقيمه ايش اسمها عندنا؟ بنسميها ايه؟ وتر ولا قطع ولا نصف قطر؟ وتر. وتر. يبقى عندي وتر تي في وعندي قوس تي في. انت تتكلم على من فيهم اللي يساوي من؟ اتكلم عن شو اسمه القوس كله راح يساوي قوس ثاني. ال اللي مهم مؤشر القوس. نعم هو يقول لي ان القوس تي في يطابق القوس ار اس. اذا القوس يطابق القوس. بما ان القوس يطابق القوس اذا الوتر يطابق الوتر، لان عندي نظريه في الدائره الواحده اذا تطابقت الاقواس تطابقت اوترها. اذا كمل يا فيصل. ايه وكل واحده قياسها التي في قياس 2 اكس زائد 3 والار اس قياسها 5 اكس ناقص 9. طب تمام ممتاز. شباب انا بعطيكم فرصه دقيقتين تعطوني الحل. يلا توكلوا على الله. ارسل لك الاجابه. نعم على الواتس. نعم انا جبت الكواشكيل اكس ثم ارسلت الناتج ثم نبغى بعد ذلك طول الار اس. يلا مشى. يا هلا مشاري. طيب احنا بنعرض يا مشاري مسألة ومطلوب حلها. تمام ماشي. صالح صالح متأخر علينا يا صالح. الله يرضى عليك. هذا ارتدت الإجابة. أرسلت الإجابة. طيب أنا أشوف. هذه سبب الإجابة. هنا الحين ماشي. بدر كتب الإجابة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله سعدان. السعدان بعد. رائع السعدان بعد. تفضل السعد. السعد إجاباته ممتازة. فيصل. ممتاز فيصل. شوف باقي الناس. الجايين متأخرين هؤلاء. أرسلت لك أستاذ. طيب دقيقة بس أدخل هذا. سماح. طيب ليش أيمن؟ أيمن مشي الله يرضى عليه. طيب أيمن الندل والله لا أشوفك أيمن بس تجي السنة الجاية. والله إيش أسوي فيك؟ ما أحب أبدا إن أنا أتكلم على درجات وما درجات. طيب زياد. زياد يعني. طيب هنشوف الإجابات الآن. لحظة واحدة يا شباب أوصل هذا ثم ندخل على من. زياد أهلا بالشيخ زياد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانت هذه مسألة كنا نبغى حلها ومعظم الشباب بالفعل انتهوا من حلها خلاص. فهنعرض الحلول الآن. هنا نيجي هنا نختار شهري وزياد. زياد حاضر.
عبد العزيز شخصيه يونيكس يساوي 4 صحيح، بس بالنسبه باقي يا عبد العزيز ويزيد القرني خلصها وفيصل والسعيدان اختاروا من شباب؟ اختاروا من نارد لو شغل فيصل هسه نختار فيصل. طيب ماشي نختار فيصل. فيصل انت قول لنا كيف اتحلت؟ زي ما كان قبل شوي ان الاوتار متطابقه شو اسمه، فحطيت ان القياس اللي هو حق اس ار اللي هو 5 اكس ناقص 9 يساوي قياس الار تي ما ادري ايش كان هذا 2 اكس ناقص 3 تي في. تي في اي. بعدين نحط المتشابهات في طرف واحد، نقلنا 2 اكس اندر ننقل الصغير. لا شباب الصوره واضحه عندنا ولا لا؟ واضحه الصوره واضحه لان انا ماني شايفها عندي. ماشي تفضل. واضحه شو اسمه، نقلنا متشابهات عن بعض يعني اللي عنده متغير اللي هو 2 اكس نقلناه للكبير 5 اكس، والسالب 9 نقلناها للكبير اللي هو الموجب 3. طبعا هذه طريقه حل، في طريقه حل اخرى ان احنا بنطرح 2 اكس من الطرفين. تمام ايه شو اسمه، بعدين تتغير الاشارات يصير 5 اكس ناقص 2 اكس يساوي 3 زائد 9 بعدين نطرح ونجمع في يعني نجمع الثلاثة والتسعة ونطرح الخمسة والاثنين، بعدين الثلاثة إكس يساوي 12 نقسم على ثلاثة عشان نتخلص من يعني حلينا المعادلة ثلاثة إكس يساوي بعدين أربعة. إكس يساوي أربعة بعدين معوض الار اس عنده اللي هو كان خمسة إكس زائد ناقص تسعة عوض عن الإكس بأربعة يبقى خمسة في أربعة بعشرين ناقص تسعة حداش يبقى الار اس حداش. طيب الشباب الموافق على هذه الإجابة ما عنده عليها اعتراض هيكتب لي في الشات واحد، اكتب لي في الشات العدد واحد بس. واللي عنده اعتراض او يبغى نحن نعيد حلها او شيء يكتب اثنين. اي واحد عنده اعتراض او يبغى انا نعيد حلها يكتب اثنين. بدر صفر لا واحد ولا اثنين. بدر اقول يعني صفر يعني خلاص ما يحتاج شيء. صفر هذه ما يحتاج شيء. طيب في احد شباب في احد يبغى ما شاف ولا واحد كتب اثنين. ايمن واضحه سهله. طيب يبقى زي ما حل بالفعل معادله حلت اكس باربعه عوض جاب الاكس. طيب عندي نظريه هنا شباب بيقول لك ايش، بيقول لك لو انت عندك دائره والدائره هذه فيها وتر، الوتر اسمه اكس واي عندنا تمام، ثم رسمت نصف قطر عمودي على هذا الوتر، نصف قطر عمودي على الوتر. يعني ايش عمودي؟ يعني يعمل معها زاويه كم شباب؟ زاويه 90 درجه. 90 في هذه الحاله فان هذا القطر او هذا نصف قطر ينصف الوتر. يعني ايش؟ يعني يخلي اكس زد طوله اكس زد واي، وينصف القوس يعني طول اكس بي يصير هو نفس طول بي بي واي. طيب خلينا ناخذ على ذلك مثال. احنا نظرنا هنا شايفين الدائره اللي امامنا شباب، الدائره اللي امامنا فيها هنا فيها وتر، ما اسم الوتر؟ الوتر هذا ايش اسمه؟ بي اي او اي بي. زين هذا الوتر رسمت عليه قطر عمودي اللي هو السي دي، هذا قطر بحيث يعمل معه زاويه ايه قائمه. زين قسم الاي بي، قسم الوتر اي بي الى جزئين، الجزء الاخضر هذا اللي هو اي اي اسمه اي، والجزء الاصفر هو اي بي واسمه جي. اذا نظرنا الى الاي والجي، نظر هنا هذه الاي اللي بالاخضر والجي هذه، ستجد الاي كم والجي كم؟ نفس الطول متطابقه نفس الطول. لو انا جيت غيرت الـ 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 الوتر مهما غيرت فيه زين ساجد ان الاي بي الاي اي هذا يطابق الاي بي، الاثنين يطابقوا بعض يعني الاي يطابق الجي. زين ستجد دائما الاي يطابق الجي، والسبب ان هذا القطر عمودي على الوتر. يبقى ناتي مره ثانيه، ماذا تقول هذه النظريه؟ تقول اذا كان عندك وتر في دائره ورسمت قطر او نصف قطر عمودي عليه فان هذا القطر سيقسم او سينصف الوتر، يعني سيقسمه الى جزئين متطابقين، الاي اي يطابق الاي بي وينصف القوس قوس هذا الوتر، يعني بعد ينصف القوس اي بي
بمعنى ان القوس اي دي يطابق اي قوس دي بي. دي بي يعني مثلا اذا قلت لك ان القطر اللي هو سي دي هذا، اذا قلت ان القطر السي دي عمودي على الوتر اي بي زين، وقلت لك ان قياس القوس اي بي كله 100 درجه يعني زاويه المركزيه 100 اللي هي بي ام اي، في هذه الحاله كم يكون قياس القوس دي بي؟ كم يصير قياس الزاويه؟ 50 كله الاي بي كله كان 100 يبقى دي بي هيصير كم؟ 100 50 صح ممتاز. وكذلك وكذلك الدي اي هيصير كم قياسه؟ 50 ولو كان عندي طول الدي بي مثلا 20 سنتي يصير طول البي اي كم؟ 40 البي اي 40 مثله مرتين. واضح شباب؟ واضح. هذا الشرح واضح. طيب خلينا نرجع للمساله للباربوك مثلا. عندي نظريه الثانيه عكسها، ايش عكسها كيف يعني؟ خلينا نشرحها من هنا على البورد. شوف معي، يقول لك اذا كان عندك وتر اللي هو الاي بي، هذا وتر في الدائره يصل بين اي نقطتين فيها، قطعه مستقيمه تصل بين اي نقطتين وتر زين، وجيت من منتصفه اللي هي نقطه اي رسمت منصف عمودي عليه، فان هذا المنصف العمودي لابد انه يمر بمركز الدائره، وبالتالي هذا الخط اللي هو العمود عليه من منتصفه سيحمل او سيحتوي على قطر ويحتوي على نصف قطر. قول مره ثانيه، المنصف العمودي لاي وتر، اي وتر في الدائره، جبت اي وتر في الدائره ورسمت من منتصفه عمود، فان هذا العمود لابد ان يمر بمن؟ مركز الدائره. سامعين شباب؟ هذا العمود اللي ينصف الوتر من منتصفه يمر بمركز الدائره، وبالتالي في هذه الحاله يكون الدي سي وتر ولا قطر؟ في هذه الحاله طالما مر بالمركز قطر. وكذلك الدي ام يصير ايش؟ دي ام يصير نصف قطر. نصف قطر زين، يبقى هذا اسمه عكس النظريه. اذا رسمت منصف عمودي لوتر فان هذا الخط المستقيم يمر بمركز الدائره ويحمل قطر او نصف قطر. ولكن يعني ام سي استاذ نصف قطر بعد نفس الدي ام صح؟ من بعد؟ الدي ام يساوي الام سي. نعم الدي ام هيساوي الام سي لان كل منهما نصف قطر صح؟ كلام مضبوط يا بدر. طيب نرجع الان الى النظريه نقراها ثم ندخل على المثال. شفت؟ استاذ سؤال بس. تفضل. العمودي ممكن ما يكون ينصف الوتر ولا؟ العمودي ممكن ما ينصف الوتر ما يكون يعني يكون وتر على وتر. ايوه ممكن ممكن. كيف؟ شوف ما هذا وتر الاي بي شايفينه شباب؟ هذا الاي بي هذا اللي هو الجزء اخضر منه وجزء اصفر هو وتر تمام؟ فكيف هذا الوتر كيف ارسم عليه عمودي بس ما ينصفه؟ زي كده شوف معي، اروح انا جاي هنا اقول له ارسم لي من هنا من هذه النقطة من هنا عمودي على هذا. طيب خلاص كنترول زد اخذ انا نقطة مثلا جي هنا خلاص وهرسم منها من هذه النقطة عمودي على الوتر هكذا، اقول هذه من النقطة جي عمودي على هذا الوتر. شايفين هذا عمودي يعني الزاويه هنا 90 درجه، لو انا حسبت الزاويه قستها انا جبت الزاويه وقستها ساجدها 90 درجه زين، لو جبت الزاويه ما بين هذا عفوا الزاويه ما بين هذا وهذا ساجدها 90 270 يعني الجزء الثاني 90، وبالرغم من ذلك فهذا ليس منصف عمودي لان النقطه اللي هنا ما هي في منتصف الوتر يعني لازم ينصف عشان نقول انه عشان يمر بالمركز او نصف قطر عشان يكون قطر او نصف قطر لازم يحقق شيء شرطين انه يكون منصف وعمودي يعني يمر عليها من النص ويكون عمودي عليه عامل معها زاويه 90 تمام واضح. طيب ناتي هنا شفت 5
زياد هل يمديك تقرا لي النظريه؟ ابشر. اذا كان قطر او نصف قطر دائره عموديه عموديا على وتر فيها فانه نصف هذا الوتر ينصف قوسه. نعم، اذا كان قطر او نصف قطر الدائره عموديا على وتر فيها فانه ينصف هذا الوتر وينصف قوسه، يعني يقسم الوتر بالنص ويقسم القوس بالنص. طيب النظريه الثانيه يزيد، هل يمديك تقراها لنا؟ هلا استاذ. نظريه تعرف النظريه الثانيه ايه؟ العمود المنصف لوتر في الدائره هو قطر او نصف قطر لها. العمود إذا كان المنصف لوتر، زي هنا الوتر هو من شباب؟ اكس واي. الوتر اي بي. الوتر اكس واي. وعمود منصف له يعني جاي من النص وجزء وعمودي عليه اللي هو الاي بي. هذا اما هيكون وتر، هيكون قطر او هيكون نصف قطر للدائره. تمام. واضح؟ مثال اقرا المثال ولا خلاص؟ نعم هذا المثال. شوفوا معي شباب. المثال يقول لك ايه؟ يقول لك اذا كان الكيو اس عمودي على البي ار، شايفين انتم الكيو اس والبي ار بينهم زاويه كم؟ الزاويه هذه اللي هي عند التي كم؟ 90 90 درجه 90. تمام؟ فطالما هذا يبقى اذا عندي نصف قطر عمودي على وتر. اذا كان نصف قطر عمودي على وتر ايش بيسوي؟ بيعمل ايه وبيعمل ايه؟ بيقسم قوسه الى نصفين متطابقين وبيقسم الوتر الى نصفين متطابقين. بالضبط، يقسم الوتر اللي هو البي ار هيقسمه نصفين متتاليين متطابقين، يعني الار تي هتطابق التي بي، وكذلك يقسم القوس. وبالتالي يا شباب اذا كان التي ار 6 كم بيكون طول البي ار كله؟ 12. هذا هو الكلام المضبوط البي ار. طيب السؤال الثاني، اذا كان قياس القوس بي ار كله القوس قياسه 98 درجه فكم بيكون قياس القوس كيو ار؟ 49 نص صح، وكذلك ار بي. طب ابغى واحد ذكي يعلمني ما قياس القوس الاكبر بي ار الاكبر اللي من جهه ثانيه؟ هذا اللي فوق اللي هو كيف اجيب القوس اللي تحت الكبير القوس الاكبر بي ار؟ هذا اطرح 360 اطرح 98 من 360 هيطلع 262 صحيح. طيب ناتي بعد ذلك ناخذ على طول تحقق من فهمه. شوفوا معي يا شباب هذا المثال مهم جدا. شايفين التي في هذه اللي امامنا؟ هلا ايه تي في هذا يعتبر ايش؟ هذا وتر. وتر طيب، واليو ار ايش هو؟ اليو ار نصف قطر. نصف قطر، ما علاقته بالوتر؟ انه ينصفه هو عمودي عليه. عمودي عليه، ما حط علامه التنصيف لكنه حط علامه الزاويه القائمه، عمودي عليه. طالما انه عمودي عليه يبقى ينصفه. تمام؟ هو يقول لي ان الكيو من الكيو من الار للاس كم طوله؟ ستة. ستة، ومن الاس لليو كم؟ خمسة. اذا يو ار كله كم؟ 11. يعني نصف قطر هذه الدائرة كم؟ 11. اذا ما طول الفي ار الار في؟ 11 لان الار في نصف قطر. والار تي؟ 11. احنا قلنا الار في كم؟ 11. في حد يعرف يجيب لي الاس في يا شباب؟ ايه استاذ انا. كيف؟ من خلال نظريه فيثاغورس نقول 11 تربيع و6 تربيع. ايوه 11 تربيع 121، 6 تربيع 36 نطرحهم من بعض. الناتج ناخذ جذره. يعني هنا الاحظ يا شباب ان انا يمدينا نستخدم نظريه فيثاغورس هنا. اي لماذا نطرح لا نجمع؟ لانه وتر هذا. اذا انا بغيت الاس في، الاس في ما هو وتر المثلث القائم؟ وتر المثلث القائم المقابل لزاوية وتر المثلث القائم هو الضلع المقابل للزاوية القائمة اللي هنا يا شباب. تمام. فهذا اذا بغيت الار في اجمع، اذا بغيت ضلع اخر غيره تطرح. حلو. فانا سالت، انا سؤالي كان عن الاس في، الاس في اللي هو اللي هنا. فيزيد قال خلاص يعني استخدم فيثاغورس هنا
هذا طوله 11 وهذا طوله 6، يبقى اخذ الجذر التربيعي للقطر اللي هو عفوا لوتر المثلث اللي هو 11 تربيع زائد ولا ناقص شباب؟ ناقص 6 تربيع، هيعطيني الاس في، هذه اس وهذه في ترى ما هي 5، هيعطيني اس في، استخدم الاله الحاسبه يطلع اظن جذر 85. السؤال الثاني اللي ابغى اساله، كم بيكون طول التي في؟ كم بيكون طول التي في هذا؟ إذا كان الاس في، الاس في الاس في المنتصف والفي هنا، يبقى الاس في هذا جذر 85. التي في 22 كيف هيكون دبلها؟ صح، يبقى 2 ضرب الجذر، 2 ضرب الجذر 85. كيف نكتبها لو انا ابغاها بالطريقه الدقيقه؟ أوه. هي بس 2 جذر 85 واحسبها بالآلة الحاسبة. ليش صار 2 ضرب الجذر؟ ليه؟ لان انا جبت الاس في ولا عندي نصف القطر عمودي على هذا الوتر تي في، اذا ينصفه، اذا هذا النصف يطابق هذا النصف. إذا كان اللي يعني تحت في... جذر 85 اللي فوق مثله يبقى التي في كله ضعف. تمام تمام تمام، يبقى نأتي هنا، خلينا نمسح هذه الشخبيط ونشوف الحل كيف يكون. هذا خيارات المؤشر الممحى، أظن كان فيه أن أنا أستطيع أن أنا أمحيك الآن. هو يقول أوجد التي في لأقرب جزء من 100، المطلوب التي في هذا الوتر، فقال لك ارسم نصف القطر اسمه في آر، ارسم في إيش؟ في آر. لما ارسم في آر هيطلع أنا عندي اليو، بسم الله، اليو آر هذا 5 زائد 6 11، واليو آر نصف القطر، طوله هو نفس طول الفي ار، اذا الفي ار ايضا 5 11 سم. زين، هيستخدم في غرس في المثلث اللي اسمه اس ار في، يبقى 11 تربيع ناقص 6 تربيع واخذ الجذر، تمام، هيطلع الجذر 85. وبعدين اذا التي في ضعفه يعني 2 في جذر 85 يعني هيطلع 18.4. هل فهم شيء؟ طيب هنتوقف هنا وهناخذ الأول مثال على نفس الفكرة. هذا هو. لحظة. شايفين شباب المثال اللي أمامنا؟ يقول إذا كان طول نصف قطر الدائرة A يساوي 14 سنتي. نصف القطر اي بي يساوي كم؟ 14. السؤال هو، او من يقرا لنا؟ عبد الرحمن فرحان يمديك تقرا لنا؟ انا لما اقرا يا استاذ. نعم. طيب اقرا عبد الرحمن ان شاء الله تترك التقرا. فداك يا صديق الرحله. نعم، اذا كان طول نصف قطر اي يساوي 14 تمام. وسي دي يساوي 22. سي دي كل هذا 22. زين. نعم. أوجد القياسين الاثنين مقربا إجابتك إلى أقرب جزء من 100. إذا القياس الأول جزء من ذلك. نعم. شو الأول؟ سي إي. طيب جاوبوني على بعض الأسئلة كده. من يستطيع أن يطلع لي ثلاث قطع مستقيمة هنا طولها يساوي 14؟ قطع مستقيمة. A A B. طيب خلينا نشوف. يزيد قال الـ AD. طيب الـ AB صح؟ الـ AD صح؟ هل هذا طوله 14؟ نعم، لأن هذا نصف قطره 14 والـ AD نصف قطر صح. طيب واحد غير يزيد يعطيني الـ AC 14 صح. الـ AB طبعا قطعة ثالثة الـ AB كلهم 14 لأن كلهم أنصاف أقطار. كلهم أنصاف أقطار. طيب حد يقول لي طول السي اي كم؟ سي اي 11. 11
مين موافق على 11؟ لا قول سي اي طوله 11. ايه صح ولا إيه. غلط؟ صح صح. طيب على اي اساس يا بدر قلت 11؟ لانه نص سي دي. بالضبط، اللي ان السي دي كله 22. ولاحظوا ان هذه زاويه قائمه والاي بي نصف قطر، نصف قطر عمودي يعني عامل زاوية قائمة مع وتر، إذا ينصف الوتر. إذا السي اي 11 وكذلك الاي دي كم؟ 11. الاي دي 11، هنا 11 وهنا 11. طيب والاي دي كله كم؟ 22. صح؟ صح؟ نعم. اي صح. غلط. الاي دي؟ لا غلط غلط، عكس عكس استاذ. الاي الاي اي كم؟ 14. ليه 14؟ السي دي هو ال 22. السي دي 22. نعم. اي دي 14. نعم الاي 14 لان هذا هو نص القطر. طيب الاي سي كم؟ برضه 14 نص القطر. 14. الاي سي بعد هذا 14. طيب يبقى اذا شباب من يعرف يجيب لي طول المطلوب سي اي؟ 14 سي اي. سي اي طلعناها 11. طلعناها 11 طلعت. اي صح. طيب السي بي اي بي 8 صح. السي بي فول عفوا الاي بي الاي بي 8 8. مين قال 8؟ انا. مين موافق على 8؟ طيب اللي موافق على 8 يكتب 1. واحد عشر. ويصير كيف عدد الثمانية؟ ما أدري. كيف جبت ما أدري أنا أصلاً شلون جبتها، جبت بطريقة ثانية. ماشي إيش أي شيء طريقة ثانية؟ طرحت 22 من 14. ليش 22 من 14؟ ما أدري قلت إن الـ AB تساوي 14. توقعت انها ال توقع اساس 7 7 ال سي 3 صح. اي سي انا عندنا والاي سي الاي سي قلت لي كم ممكن 8 7 لان ممكن الاي اي صح ممكن الاي اي 8 والبي اي 7 صح الله. طيب خلينا نفكر فيها دقيقة على ما جهز الدنيا. أنا هأخذ هذه أخذها بره على التجاه أخذ هذه المسألة كنترول سي ضعها هنا عشان أعرف أرسم عليها هكذا الواحد يعرف يتصرف. هذه هل يمديني أن أنا أكبرها؟ نعم يمديني إن شاء الله أكبر. طيب شباب خلينا نشوف هنا يمدين الآن أخذ هذا وأغير اللون خليه أحمر وهرسم A C زين هرسم الـ A C هذا الـ A C أخذه كما رسم. المطلوب الآن هو إذا كان هذا 11 سنتيمتر هذا 11 تمام والـ A C 14 فكم طول هذه الـ EB؟ هذه هي المسألة أو هذه هي المشكلة. كم طول الـ EB؟ طيب الـ EB يا شباب شايفين الجزء هذا؟ لو أنا علمتك مثلا قلت لك الـ EE هذا مثلا مثلا 8 اللي هي من الـ A للـ E يمديك أنك تجيب لي الـ EB؟ EB يصير 6 6 هيصير 6. كيف عرفت انها 6؟ لان احنا قلنا انصاف الاقطار كلها 14 لان النصف القطر من الـ A للـ B كله 14 نعم و AE عندنا قياسه 8 فالـ EB راح يكون 6 وهذا هذا كله 14 وانا قايل لك ان الـ AE 8 اذا 14 ناقص 8 6 صح. يبقى انا الان شباب لو انا عرفت لو انا عرفت طول لو عرفت طول الـ EE هعرف أجيب طول الـ EB صح؟ صح. طيب ومهمتي أجيب طول الـ EE من يساعدني فيها؟ هل نايف ممكن؟ أنا ممكن أساعدك أستاذ. إيش؟ نايف
الحين يا نايف هذا طول 14 خلاص يا نايف، وهذا كان طول 11 اللي هو السي اي. الان مهمتنا محتاجين نجيب طول الاي اي. اوكي اي كيف اتفضل كيف اجيب طول الاي اي؟ اقدر استخدم في الغورس لكن احط ايوه تستخدم في الغورس يعني الاي اي اي الاي كيف تستخدم في الغورس اصير يصير شو اسمه اي سي ايوه اي سي تربيع ناقص ناقص سي اي شو اسمه سي اي تربيع صح صح. طيب الاي سي تربيع كم؟ الاي سي تربيع 14 ناقص السي بي تربيع كم؟ سي بي كم؟ 11 تربيع. كل هذا أضعه تحت إيه يا شباب؟ شو اسمه؟ جذر. تحت الجذر. كل هذا يوضع تحت الجذر. طيب 14 تربيع أنا أعلمكم إن هي 196 و11 تربيع هي 121 وأخذ وأطرح وأخذ الجذر. 196 ناقص 121 يبقى كم؟ يبقى هنا 75. اوكي يبقى الجذر 5 جذر 75 نبقى نحسب احنا الجذر 75 هتطلع 8 وشو. طيب جذر 75 كم على الآلة؟ اكتبوا لي جذر 75 8.6 8.6 وين الجذر يعني؟ طيب خلاص انا مصدقك يعني ماني بشيء المفروض سكند وهذا 8.66 خلينا 8.66 نعتبرها 8.7 يبقى تصير 8.7. طيب الان هذا يا شباب طلع 8.7 مين يعرف يجيب لي الاي بي المطلوب؟ 8.7 ناقص 14 ايوه يبقى الاي بي الاكبر ناقص الاصغر يساوي 5.3 14 ناقص 8.7 تمام. مين اللي يبغاني اشرحها مره ثانيه؟ انا استاذ صراحه. ممتاز تركي الله يبارك فيك. طيب الان شباب تعال نشوف المساله ايش كانت فيها وايش كان مطلوب. هنا كان عندي دائره خلينا كنترول ان نمسحها على كنترول دي نضعها مره ثانيه هذه. كان عندي دائره بهذا الشكل وكان يقول لي أن نصف قطر هذه الدائرة طوله 14. نصف القطر يعني من هنا لهنا من هنا من ال من هنا لهنا هذا كم شباب طوله 14. ويقول لي أن السي دي كله 22 يعني المعطيات أن نصف القطر R يساوي 14 وأن طول السي دي وأن طول السي دي كم؟ 22. الآن المطلوب عندي إن أنا كيف أحسب الإي بي هذه اللي تحت هذا الجزء من هنا لهنا طوله كم؟ فأنا قلنا لو إحنا عرفنا نحسب الإي إي هذا الجزء أنا أعرف نحسب الجزء الباقي. ليه؟ أي. ليه يا فيصل لو عرفنا؟ لأن أستاذ هو إي بي كله 14 فإذا عرفنا الإي إي نقدر نقصها من 14 ونطلع الجزء الباقي اللي هو اي بي. بالضبط لان الاي بي كل هذا كله 14 نصف قطر. فلو انا عرفت الجزء اللي فوق هعرف اجيب الباقي اللي تحت. صح تمام؟ نعم. فهنا كانت مهمتي يعني كيف اجيب لو مثلا يا استاذ اي اي يساوي 7 لازم الباقي إيه انقص 14 من 7 حتبقى نفسها 7 عشان طول الاي بي اللهم صل محمد ب 7 صحيح كلام مظبوط. يبقى انا مهمتي اعرف اجيب الاي اي. لو عرفت اجيب الاي اي هعرف اجيب بعدها الاي بي المطلوبه يعني هو المطلوب الهدف في الاخر ان اوصل للاي بي. تمام. طيب فهبدا ان انا احسب الاي اي. الاي اي اللي حسبه لي نايف صراحه
هو نايف ايش قال؟ قال ان هذا نصف قطر يعني طوله 14، وهذا كله سي دي كله طوله 22، وهذه زاويه قائمه، اذا الاي سي نصف ال 22 11. قال خلاص طبق في هذا المثلث نظريه ايش؟ بيثاغورس 14 تربيع ناقص 11 تربيع، حسبناها جذر 14 تربيع يا تركي ناقص 11 تربيع، لما حسبناها طلع جذر 75. جذر 75 هذا طول من الاي اي، يوم ما حسبناه على الآلة الحاسبة اعطاني 8.7 على اظن او شيء زي كده. طيب يبقى هذا طلع 8.7 اللي هو الاي اي، كيف اجيب بقى الباقي اللي هو الاي بي اللي هو الجزء هذا كيف اجيبه؟ كيف الاي اي هيساوي نصف القطر كله اللي هو الاي البي الاصفر اللي هو طوله كم؟ الاي بي كله 14 ناقص 14 الـ ناقص اللي احنا طلعناه 8.7 حسبنا يطلع هنا 3 وبعدين 6 6.3. ها تركي وضحت ولا لسه؟ وضحت وضحت يا مستر. طيب في احد عنده سؤال في هذه شباب؟ لا شكرا. نرجع مره ثانيه استاذ 5.3 ولا 6.3؟ والله احسبها بالاله زي ما تحسب، بس انا حسبتها هي 14 تبقى كم؟ 13 ناقص 8 اي لا 5 صح. ممتاز ممتاز فيصل، الناس صاحيه معنا، ممتاز رائع. اعطي نفسك 5 درجات بس تم. طيب شباب شفت الخمسة، المسألة اللي جاية هذه لكم أنتم، ترون الشطارة فيها. هذه كانت إيه؟ الله. من يعطيني بس المعطيات والمطلوب؟ سمراني شلونك؟ أحمد سمراني إيه؟ طيب خالد المحمدي. هلا يا أستاذ خالد، استاذنك اقرا لنا كده السؤال اذا كان طول قطر. اذا كان طول قطر اتش يساوي الام 12 و 18 و... لا 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 لحظه لحظه، اي طول القطر الدائره اتش كم؟ يساوي طول الام الدائره اتش كم؟ لا يساوي 18 يساوي 18 و 12 و... لا لا و اي اي و ال ام يساوي 12، هذه جمله اخرى يا محمد. طيب هلا صالح بعدين انك هسه بروح اتغدى وزاويه لا لا تروح فاحضر الحصه باقي فيها 5 دقائق وروح 84 وفوجد حليت لي هذه المساله ياسين 30 مقربا اجابتك الاقرب جزء من 100. طيب هنا اول شيء نص قطر الدائره اتش كم شباب؟ 18. قطر دائرة H 18، يبقى يا صالح من عندي يساوي 18؟ اللي عندي في هذه المسألة يساوي 18. شو اسمه الخراجين؟ غير القطر. عطني قطر هنا. قطر هذه الدائرة قطر يا صالح. دقيقة ترى قطر. هل هو LM ولا JK؟ جي كلها JK JK معلش. JK هو القطر صح؟ جي كي قطر هذا بيساوي 18، يبقى هذا من هنا لهنا 18. ال طيب. ام يساوي 24 وال ال ام 12. ال ام ال ام من هنا الى هنا 12 بيساوي 12. واضح ان انا عندي هذا القطر جي كي عمودي على من؟ ال ام. طيب استنتج ايش من القطر عمودي على وتر؟ سنتج انه ينصفه، سنتج انه ينصفه المطلوب. وكذلك عندي قياس القوس LM 84، LM هذا كله 84. المطلوب هو يا شباب ما قياس القوس LK؟ 42. 42 كيف يا صالح؟ لان جي كي ونصف لازم انتهت الحصه. طيب باخر نخلص هندول يبقى 42. طيب طول ال اتش بي يا شباب، هذه هي مسالتنا، طول ال اتش بي هذا كيف اجيبه؟ هذا هو اللي يهم. استاذ اول حاجه نجيب طول ال كي بي.
اول حاجه جيب الكي بي. اتوقع لانه الاتش كي استاذ راح يكون طوله راح يكون طوله 9 حلو. بعدين ال ام ال بي معليش طوله 12 جميل. ال بي طوله 12 نصف نصف قط... نصف الوتر. طيب يعني انت تقول لي ان البي ام هيكون كم؟ طوله استاذ هيكون عندك الاتش. قلت تعالوا بسرعه الحضور على الخاص. حاضر. هذه 6 وهذه يا شباب وهذا قطر. القطر كله 18 هذا 9 مهمتكم تجيبوا لي ال اتش بي. هذا هو الوقت يا استاذ حصه الكيمياء. يا امان الله. يلا مع السلامه. شكرا يا استاذ. صدقوا في سورس 9 تربيع ناقص 6 تربيع وتحسب جوال. يلا السلام عليكم. الله يعطيك العافيه. شكرا. الله يسلمكم شباب. في امان الله. يلا السلام عليكم. نايف هلو. هلا ممكن انت في ديسكورد.